بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. سلام الله عليكم أحبابي في الله في هذا الدرس الجديد على قناة حوحة 1981 فول 2، حيث سوف نتعرف على طريقة مسح جميع بياناتك الشخصية من صور وملفات على حاسوبك من دون الخوف من استرجاعها من أي شخص كان. طبعا البرنامج جميل جدا، تستطيع استعماله بطريقة بسيطة جدا وهو خفيف أيضا على جهازك. لذا على أساس يعني شرح هذه المسألة أحبابي في الله، تستقون يعني بتحميل هذا الملف المضغوط من يعني الروابط التي سوف أضعها أسفل الفيديو، رابط على الموقع الرسمي للبرنامج ورابط أيضا على سيرفر آخر. بعد تحميل الملف المضغوط تقوم بفك الضغط عليه، وسوف يعطيك أيقونة بهذا الشكل. بعد أن يعطيك أيقونة بهذا الشكل تضغط عليها وتقوم بتثبيت البرنامج بالطريقة العادية. بعد أن يثبت البرنامج على جهازك سوف يعطيك أيقونة بهذا الشكل، تقوم بفتح البرنامج، وهذه هي الواجهة الرئيسية للبرنامج. طريقة يعني عمل البرنامج سهلة جدا، فقط يعني تسحب الصور والملفات التي تريد التخلص منها نهائيا من دون الخوف من استرجاع أي شخص، ثم تقوم بمسحها بالطريقة التي سوف نشرح. فسوف أعطي نموذج مثلا لهذه الصورة أو هذا الملف. مثلا أسحب مباشرة، تستطيع الضغط على Add File هنا، ثم تقوم بسحب الملفات يعني في مجلد أو يعني الصور التي تريد مسحها مباشرة من دون الخوف من استرجاعها. أو تستطيع مباشرة سحب الصور والملفات إلى البرنامج بهذا الشكل. مثلا أنا شخصيا سحبت هذان الملفان، صورة وملف، وأريد التخلص منهما نهائيا. أقوم باختيارهما يعني بالضغط على Control، ثم أقوم باختيارهما يعني الاثنان، ثم أضغط على هذا الاختيار الموجود أسفل هنا أحباب في الله. سوف تنبثق لك نافذة بهذا الشكل يقول لك هل أنت متأكد بأنك يعني خلاص تريد مسح جميع الصور والملفات إلى غير ذلك. تضغط على أوكي وسوف تختفي بشكل نهائي أحبابي في الله من دون الخوف من استرجاع من أي شخص آخر، حتى يعني إذا كنت تريد بيع حاسوبك فلا خوف من هذه الأشياء، لأن البرنامج قوي جدا ومجرب أحبابي في الله. بهذه الطريقة البسيطة تستطيع التخلص من ملفاتك يعني على حاسوبك بطريقة سليمة وبشكل نهائي. في الأخير دائما لا تنسوا الانضمام إلى صفحتنا على الفيسبوك facebook.com/حوحة1981فول، وزيارتنا دائما على يعني موقعنا www.igli5.com. في أمان الله.